حضرت منا منورة كاميرا باباراتزي، والأول أناقة فظيعة. ومبروك الفيلم، ومبروك مهرجان دبي والجائزة. والنهاردة عايزينك تكلمينا أكتر عن دورك. دوري اسمي نورة، بشتغل بخدم في بيوت. وهو بصي أنا مش شاطرة قوي في إني أحكي على دوري خالص صراحة، يعني انه صعب جدا ويبدو سهل وهو صعب، فدي كانت عجباني يعني تشالنج. يعني تستقبلي جايزه من بلدك للفيلم؟ لا، هو ما تحوليش الموضوع لبلدي وبلد تانية. هو الموضوع ان انا تمنيت ان حد يشيد ان انا كويسه ريجاردلس فين، يعني فاهم قصدي؟ فهو فكره انك تعبتي في حاجه بس نفسك حد يقول انك كويسه. يعني الموضوع مش عروبه بقى وبلدي ومش بلدي اطلاقا، الموضوع تقدير بس مش اكتر. طيب في رمضان منا فين بقى؟ في البيت، قاعده في البيت في رمضان. عادي، ما بعملش مسلسل كل سنه في رمضان. كل سنه وكل ام في العالم بخير. ميرسي.